نحن نقرع الجرس، طوبى لمن احترس. أمامك حقيقة قادمة وإن شئت قل صادمة، فما تراه اليوم قد لا تراه غدا. إن كان ابنك في المرحلة الابتدائية فعلى الأرجح أنه سيعمل في وظيفة لم توجد بعد، فماذا أعددنا وبماذا نتسلح لمواجهة مستقبل يخفي من طبيعة عمله أكثر مما أفصح؟ لسنا صناع قرار، فقط نقول هناك نقطة عمياء في الجوار ونبذل التشخيص بالحوار، وسبحان من يقدر الأقدار. شاهدنا بكافة حواسك، فقد تكتب تاريخ أبنائك بيديك الكريمتين. من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج النقطة العمياء، معي أنا صلاح الغيدان. السلام عليكم.